ولدت القديسة ريتا سنة 1381 ببلدة بالقرب من مدينة كاشيا بإيطاليا. بعمر 16 سنة كانت رغبتها أنه تدخل الحياة الرهبانية، ولكن أهلها اختاروا لها عريس، فرضخت القديسة لإرادة أهلها وتزوجت. كان زوجها يسيء لها المعاملة وكان يرتكب جرائم كتيرة. أنجبت منه ولدين، تحملت أطباعه وظلت تصلي له لحد ما تاب بعد 18 سنة. وبأحد الأيام تم قتل زوجها، ولما عرفوا ولادها مين المجرم قرروا ينتقموا لبيهم. فحاولت ريتا أنه تمنعهم وصلت للرب أنه ما يرتكبوا ولادها هالخطية، فأصيبوا بمرض وتوفوا قبل ما يرتكبوا أي جريمة. من بعد موت عائلتها حاولت دخول الدير ولكن رفض طلبها. وبأحدى الليالي بتوعى من النوم وبتلاقي حالة داخل الدير بشكل عجائبة، بالرغم من أنه كل الأبواب كانت مسكرة، وهيك قبلوها بالحياة الرهبانية. بأحد الأيام طلبت منها رئيسة الدير كامتحان أنها تسقي عود يابس ليزهر، فقطاعت ريتا رئيستها وصارت تسقي العود لمدة سنة كاملة لحد ما زهر وصار كرمة مثمرة. كانت رغبة قلب ريتا أنه تشارك يسوع بألامه، فنالت شوكة من إكليل المصلوب على جبينه، ومن هون بلشت ألامه واضطرت أنها تنزوي بغرفة لحالة بسبب الريحة البشعة يلي كانت عم تطلع من جرحها. وبقيت 15 سنة تمجد الرب بألامه. توفت القديسة ريتا ب 22 أيار عام 1457 عمر 77 سنة. وعند وفاتها انتشرت ريحة الورد من جرحها بكل أنحاء الدير.